فده ما نتمنى ان شاء الله باذن الله, إن شاء الله. ونتمنى ان لعبتنا دي زي ما اخلصت ودت ان طبعا يكون ليها دور في الوقت الجاي ان شاء الله. كنت كليت وباين عليه كابتن احمد حسن الصقر, يعني عنده شخصيته القوية وبرضه باين في الكارير اللي اختاره, لكن كابتن محمد ابو تريكة غامض بالنسبة للجمهور, ملوش تصريحات كتير, ما كانش بيظهر كتير, كان ليه مواقف معينة في شتى امور الحياة وفي الملعب وفي كل حاجة, لكن من قربك يا كابتن احمد وعلاقتك معاه ينجح في مجال التدريب او في الإدارة الرياضية اللي هو مختارها, وليه اختار المجال ده؟ والله بص يعني انا طبعا يعني ما اعرفش هو التفكير بالنسبة له ايه. وبتسألني على رأيي الشخصي, اعتقد ان في الجزء الاداري اعتقد انه ينجح بشكل كويس, لاني طبيعه ابو تريكة ان هو ما بيستحملش الضغوط, يعني حته الضغوط بالنسبه له ان هو زي ما انت قلت بيبعد عن الضغوط فعلا. بالظبط, هو من النوع اللي ما بيقدرش يطلع كتير, ما بيقدرش مثلا يتكلم كتير, ما بيواجهش كتير, ما بيواجهش بالظبط يعني, انما ده مش عيب فيه يعني. تمام. هو طبيعته, هو طبيعه شخصيته كده, مش عيب فيه, انما هو طبعا انت عارف ان جزء التدريب شويه بيبقى محتاج مواجهات, ولما انت بتخسر زي ما قال لك بركات كده بتلاقي نقد جديد عليك, لما بتكسب الناس بترفعك للسماء, مش طول الوقت الدنيا هتمشي معاك بشكل كويس, ولما بتكون لعيب غير لما بتكون مدرب. لما بتكون لعيب فبتلاقي معاك جمهور, وبتلاقي يوم بتبقى كويس يوم ما بتبقاش كويس, فالناس في رصيد, انما التدريب انت ممكن تبقى ماشي كويس لمدة سنة اتنين تلاتة وتيجي تقدم شكل ماتش او ماتشين او تلاتة خلاص الناس يعني او النقد كمان بيبقى يزيد. بالظبط, فاعتقد ان دي ممكن شوية هتبقى فيها صعوبة بالنسبة له, انما هو لو شايف ان يعني يمكن حتى لما اتكلم هو حابب طبعا مسألة التدريب والكلام ده وكده, بس لازم بقى يبقى في تغيير في الشخصية. تمام. لان الوضع قبل كده كان شيء, الوضع اللي جاي هيبقى شيء تاني. كل مهمة وليها متطلباتها. ليها متطلباتها أكيد طبعا. فإنما الجزء بيبقى الإدارة شوية, مثلا لو كان موجود كمدير كورة, لو كان موجود يعني في أي شيء إداري, أعتقد إن بيسهل برضه شوية, لأن هو من نوعيات اللي عارف أنت قريب من اللعيبة, اللعيبة بتحبه, يعني عارف أنت بتسمع له بتحترمه, فكل الحاجات دي كلها تسهل. لكن في الملعب الامور بتختلف خالص, وطبعا انت بتتعامل مع عقليات لعيبه مختلفه وسيكولوجيات مختلفه وامور طبعا مختلفه. أكيد أكيد أكيد. والله بقى يعينك في المهام الجديده. لكن عماده لعيب العالم, لا هو خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات, وخلي يعني انا في نقطه بستغربها شويه, يعني عارف انت اهم حاجه انك زي ما انت بتقول انت بتتعامل مع شخصيات مختلفة ولعيبة مختلفة, ودي ما دي ده شيء ما يقلقنيش, لأن الحمد لله أنا قريب من كل اللعيبة, ودايما لما تيجي تسأل لعيبة الصغيرة قبل الكبيرة تلاقي فيه كده محبة كده, يعني أنا دايما بحب إن أنا أكون قريب من اللعيبة, أنا بعتبرهم إخواتي الصغيرين. تمام. وده اللي هيكون حتى وأنا موجود في المنتخب, واللعيبة دي كلها يمكن أنا دايما لعيبة كتير بتتصل بيا وبتكلمني وبيسلموا عليا, بعيد خالص عن قصة بقى إن أنا بقيت مدير منتخب أو الكلام ده أو كده, لأن في حاجة غريبة جدا, عارف أنت بقى إيه, نبقى فرحانين أو تيجي لما تمسك منصب يقول لك أصل المنصب ما يتطلبش إنك أنت برضه لازم تبقى إيه تكسر شوية, ما ينفعش إنك أنت مثلا مش عارف إيه, ما ينفعش إنك أنت برضه مع لعيبة تبقى قريب منهم, لازم نشوف إحنا مثلا رؤساء الجمهورية بره, ولا نشوف رئيس وزراء, ولا نشوف حاجة راكب عجلة وماشي بيها نقول الله شوف عايزين نبقى زي كده. طب لما أنت تبقى قريب من لعيبة كده يقول لك بس أصل برضه لازم المنصب, لا يعني القصة مش كده, هي تعرف ازاي انك تخلي اللي حواليك يحترموك, وفي نفس الوقت انت تبقى قريب من كل الناس, ودي على فكره هي اللي بتنجح, يعني انت لما تبقى النهارده قريب من اللعيبه وتسمع لك وبتشوف مشاكلهم وبتحاول تساعدهم, يعني تفرض شخصيتك على المنصب مش المنصب اللي يفرض الماسك بتاعه على شخصيتك. طبعا بالظبط بالظبط, انت شخصيتك انت الاحترام طالما متواجد وانت بتتعامل مع اللعيبه, يعني انا حتى بقول لك لما كنت مثلا في النادي الاهلي وانا كنت اعتبر اكبر اللعيبه سنا, لما رحت نادي الزمالك كنت اكبر لعيبه سنا, ومع ذلك تلاقيني مع اللعيبه في الملعب مثلا واحنا مع بعض ما تحسش باي فروقات, انما في احترام, يعني في ليميت خلاص ما حدش بيتعداه, اللي هو احنا بنضحك مع بعضينا بنهزر مع بعضينا ما فيش اي مشكله خالص, لعيب بيدخل عليك جامد ما فيش اي مشكله, مش عارف ايه الكلام ده كله, انما في خطوط خلاص انت بتحطها اساس ان ما ينفعش حد يتعداها, ان اللي قدامك بيحترمك, فهو ده اللي هيكون موجود, هو ده اللي هيسهل حاجات كتير, لانك انت برضه كل ما انت قريب من اللعيبه, كل ما انت قريب من مشاكلهم, كل ما انت قريب من طباعهم, لان انا كنت لسه موجود في الملعب لفتره, والاجيال انت عارف الاوضاع بتتغير, يعني كل شويه الموضوع ما بقى يعني الاول مثلا اجيال بتختلف عن الاجيال دلوقتي, بتختلف عن الاجيال اللي هتيجي بعد كده, فان ما كنتش انت تبقى قريب منهم وفاهمهم وفاهم طباعهم اعتقد انه صعب الامور, فده اعتقد ان شاء الله باذن الله جزء ما فيش خوف منه ان شاء الله, و
احنا هنوعي كل لاعبتنا وهنعلم يعني ايه لعيب يبقى موجود يفهم يعني ايه قيمه منتخب مصر اللي هو متواجد فيه، يفهم يعني ايه قيمه ان هو متواجد بيمثل منتخب بلده، ويفهم يعني ايه المسؤوليه اللي بتبقى عليه في اسعاد كل الناس اللي بتتفرج عليه. وتحمل المسؤوليه طبعا. اكيد طبعا، اكيد طبعا. كابتن احمد حسن الصقر تحمل مسؤوليه اكتر لما خد لقب عميد لاعب العالم. كل ما بتحقق حاجه شخصيه او 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 جماعيه بتلقى عليك مسؤوليه اكبر، لان بتبقى بعد كده انت لما وصلت لعماده لاعب العالم بقى عليك مسؤوليات اكبر، انك انت النهارده بقيت بقى قدوه للناس كلها، بقيت لا بتحتاج انك انت تجتهد اكتر، لان ده بيعلم اللعيب الصغير. خلي بالك احنا ليه بنقول لعيبه كبار والخبرات والكلام ده وكده، ولما يكون لعيب كمان عنده اصرار وعزيمه، ده بيعلم اللعيب الصغير لما يشوفك يقول لك. يعني اوقات كتير انا كنت بحسها، لما انت عايز تعلم لعيب ما تروحش تكلمه، لا تشتغل قدامه، فهو يبدا يحس. اذا كان زي ما انت بتقول واحد وصل لعماده لعيب العالم، عمل كل حاجه، احترف، لعب في اوروبا، حقق بطولات، حقق نجاحات، حقق انجازات شخصيه، ومع ذلك لسه بيجتهد وعايز يبقى ليه دور وعايز يبقى ليه تواجد والكلام ده وكده، فبتعلم اللي قدامك من غير ما تكلمه، من غير ما تروح تكلمه. يعني انت عارف انت النهارده يا ابني لو قعدت تكلم لعيب وتقول له شد حيلك ومش عارف ايه والكلام ده وكده، وقعدت تتكلم فيه كتير، ولو انت قدامه بتعمل حاجه نموذج قدامه يتعلم منك افيد بكتير من انك انت تقعد تتكلم قدامه. فاعتقد ان طبعا عملت زي ما بيقولوا التجربه العمليه افضل من النظري. بالظبط، ادتني طبعا القت عليا مسؤوليه كبيره، والحمد لله كنت قدها. يعني انا يعني بعد كده كملت وكنت بجتهد وكنت متواجد، ما كانش فيها مشكله خالص. كابتن محمود الجوهري الكابتن حسن شحاته باب برادلي مثلث للمنتخب المصري، ومن خلال وجودك باكثر لاعب للمنتخبات في العالم اكيد ليك تقييم للمدربين. بص، هو كل مدرب طبعا وليه طريقته، كل باستثناء طبعا بوب برادلي. انا ما يعني راجل انا ما اشتغلتش معاه كتير، انما خليني انا كان ليا تصريح قبل كده وقلته اني بوب برادلي مدرب مجتهد ولكن مش مدرب ذكي. تمام. خلاص الراجل مشي ومرحله وانتهت، فمش مفيش داعي ان احنا نتكلم، لاني هروح لحته فيه، لكن انا كنت حابب اشوف بالظبط وقتها. انا يعني حتى وانا مش موجود في المنتخب حاولت ان انا اوصل لراجل اكتر من نصيحه، بس للاسف هو يعني ما تعرفش بقى هل هو كان بيسمع الناس اللي حواليه اكتر، كان ما كانش عايز يسمع الا هو، الله اعلم طبعا. ولكن هو كان عنده فرصه كويسه، عارف يستغلها بشكل كويس. كل التوفيق ليه خلاص في حياته بقى اللي هو هيختارها بعد كده. اتكلم على اثنين طبعا قيمه كبيره طبعا، كابتن محمود الجوهري يعني الله يرحمه ورحمه الله عليه، يعني ده الاب الروحي ليا، وعلمني يعني ايه تحب مهنتك، يعني ايه تتقن مهنتك، يعني ايه عندك روح وصال وعزيمه. قبلك في وقت مناسب؟ طبعا في وقت مناسب جدا طبعا، لان انا لعبت مع كابتن جوهري وانا عندي 21 سنه. انا قبلها طبعا كنت لعبت منتخب مصر، انا بدايتي منتخب مصر 19 سنه، كان مع الكابتن مع رود كول طبعا، هو اللي ضمني اول واحد، وبعد كده كملت مع كابتن فاروق جعفر وكابتن الخطيب فتره، بس ما كانتش فتره طويله. وبعد كده جه الكابتن الجوهري 97 هو لا جه 97 هو اللي مسك المنتخب في مرحله اللي هي يعني نضج، يعني مش نضج كمان، نضج ده بيبقى اكبر شويه، يعني المرحله اللي هي بقى بداياتك، يعني اللي هو انت محتاج حد يعلمك يعني ايه، يعني ايه شغل، يعني ايه عمل، يعني استخدم العملي بقى بالظبط. فطبعا لا يعني كابتن جوهري ملخصه بني ادم بيشتغل 24 ساعه في اليوم كوره، ما بيعملش حاجه كده، يعني هو كل حياته هو كده. راجل بيقعد شويه، المنتخب اللي احنا كنا نلعب بيه هو اللي كان بيقعد يصممه. الفرق يعني انا فوجئت مره ان هو بيتفرج على الدوري البوليفي. ليه بيتفرج على الدوري البوليفي؟ عشان احنا كنا هنقابل بوليفيا في كاس العالم للقارات. ف يعني لا هو حياته كلها كانت كره قدم، وده اتنقل لي، يعني انا اتنقل ليا ان انا لا هتقن يعني شغلي ويبقى فيه اتقان ويبقى فيه. اكبر اضافه اضافها الكابتن محمود الجوهر الراحل للكابتن احمد أكيد حسن. اكيد كابتن حسن شحاته طبعا، اكيد افضل انجازات للكره المصريه اكيد مع كابتن حسن شحاته. عنده الجزء اللي انا كنت لسه بتكلم فيه من شويه، ان هو بيعرف ازاي يبقى قريب من اللعيبه، بيعرف ازاي يبقى يخلي كل اللعيبه تحبه.
إنسان مخلص طيب، نيته كويسة جدا جدا، فدايما لما النية بتبقى كويسة ربنا بيسهل الأمور في حاجات كتير. كابتن حسن برضو كان معاه مجموعة لعيبة كويسة قوي، بس هو مهم لأن بتبقى سلاح ذو حدين، أنت ممكن معاك لعيبة كويسة قوي فيبقى ما تعرفش تديرها بالظبط، ولكن هو كان عنده الجزء ده يعني ممتاز، وأنا يمكن برضو استفدت منه بشكل كبير، إن هو بيعرف إزاي يقرب اللعيبة منه، بيعرف إزاي يخلي اللعيبة تحبه، بيعرف إزاي يخلي اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، لأنك أنت لو تفتكر في خلال السبع سنين اللي كان فيهم الكابتن حسن شحاتة اللي بيلعب واللي ما كانش بيلعب ما كنتش تحس فيه مشاكل كبيرة، فدي من ضمن المميزات اللي الكابتن حسن، واعتقد ان افضل انجازات اتحققت في تاريخ مصر كانت الكابتن حسن شحاته. افضل انجازات للكابتن حسن شحاته مع المنتخب المصري، اكيد هنتذكر بعض هذه الانجازات ونتواصل مع الكابتن احمد حسن. حسن القائد للمره الثالثه بطل، واحد يتمناها مره يا احمد، امسك الخشب يا احمد، ثلاث مرات يا احمد يا حسن، مبروك مبروك مبروك، ارفع الكاس، اطلق اللسان، اطلق اللسان والعنوان والعنان، خلاص خلاص خلاص، المصريين هم، المصريين هم، بالفعل المنتخب العربي المصري شرف كل العرب، مثل كل العرب، كأبهى ما يكون، كأفضل ما يكون، ووصل للكأس الغالية ليشرب من الكأس العالية. 1-0 من بوتريكا، والدورة الشرفية والرحلة المصرية هنا تنطلق بعد ساعات عبر مطار أكرا لتقود الرحلة في أمان الله إلى مطار القاهرة. كيف ستكون الأجواء؟ ملايين في الشوارع بانتظاركم، ملايين بانتظاركم يا شحاتة، يقول هذه كأسي، هذه كأسي، هذه كأسي، هذه كأسي، وهذه ليلتي. راحت كأسي وراحت ليلتي يا شوالي في الفترة اللي فاتت، لكن إن شاء الله تعود على يد هذا الجهاز المحترم الموجود في الوقت الحالي للمنتخب المصري. لكن يا كابتن أحمد، قبل ما أجي لفترة الجهاز الفني الحالي، كان خلافات مع باب براتلي، يعني خلينا نقول ان الفتره الاولانيه كانت عاديه، والكابتن احمد حسن حتى تالقه فرضه ان هو يبقى موجود مع المنتخب المصري، ده كلام باب رادلي، قال ان تالق الكابتن احمد حسن وليس لوجوده عشان يحصل على عماله لاعب العالم، لكن هو خدها بمستوى، لكن بعد كده حصل جاب في العلاقه كده بينك وبين باب رادلي. وانا يعني خلينا نتكلم في المهم في المفيد، لان خلاص الماضي ده خلاص ده جزء وانتهى وعدى، مش عايزين نضيع وقت. انا كابتن السناديل المقفوله أنا فاهم، الناس مش فاهماها، لازم يبقى في الناس بس فاهمه ايه اللي بص بيحصل. اصلي مش هيبقى فيه اي فايده ان احنا نقعد نتكلم في الكلام ده تاني، لاني اعتقد خلاص مش هيفيد تمام. في حاجه، انما خليني اقول لك ان يمكن سبب سوء العلاقه بيني وبين بوب رادلي اعتقد الناس اللي حواليه، لان الصوره وصلت لراجل انا ما اعرفش ايه، يعني انا ما اعرفش، انا كنت ماشي معاه بشكل كويس وكنت موجود وكنت بحاول ان انا اساعده، لان تاريخ اعتقد الناس كلها تعرفه من في خلال المنتخب. ايه اللي حصل مره واحده؟ انا اقول لك ايه اللي حصل، يعني هو وصل للراجل ان الكابتن احمد حسن حرض بعض اللعيبه وبيتكلم في الاداء الفني شويه. والله بص يعني من احد اعضاء الجهاز المعاون. طيب اديك زي ما انت قلت، يعني اديك زي ما انت قلت، كنت عارف طبعا، يعني كنت عارف ان ده وصل وان الكلام ده اتقال، انما زي ما بقول لك يعني انا يعني بطبيعتي خلاص الموضوع انتهى والناس دي كلها راحت لحالها وربنا يوفقهم، اتمنى لهم التوفيق طبعا. بالظبط، اكيد طبعا اتمنى لهم التوفيق، انما لو في مدرب بياخد بكده يعني اعتقد، لان دايما بيبقى في حاجه اسمها انت في تاريخ للاعب، يعني لو انا مثلا بعمل ده طب ما عملتوش ليه قبل كده، يعني في خلال 15 17 سنه شخصيتك مش معروف عنك كده حتى، يعني يعني كل لعيبه كانت مصنف معروف ده بيعمل ايه ده ايه. بالظبط بالظبط، فهي كانت حاجه طبعا، انما في الاول وفي الاخر يعني هي وجهات نظر وخلاص، يعني الموضوع وعدى وانتهى. ده يفيد الصقر مع المنتخب، لو جه حد قال له حاجه يبقى عنده بعد انه ما يقعش في الغلطه اللي وقع فيها برادلي. لا هو انا الحمد لله دي من الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا يديمها يعني نعم عليا وميزه عليا، ان انا دايما حتى لما بسمع حاجه انا من النوع العاقل بفكر كويس وما باخدش قرارات متسرعه، ومش من النوع اللي انا حتى يمكن في اخبار كتير مثلا، يعني اخبار كتير بتنزل مشاكل ومش عارف ايه والكلام ده وكده، باخد خلافات مع الكابتن شوقي بالظبط، انا باخد الامور بهدوء جدا، ومين هيبقى متحدث رسمي ومين هيتكلم في ايه ومين مش يعني هيتكلم لما إيه؟ لما نبقى نيجي طبعا للجزء ده اكيد انت محضر طبعا الحاجات دي كلها، انما خلينا اقول لك ان انا يعني عقلاني، يعني بفكر كويس وما بتصارعش، ومش من النوع اللي هو مثلا حد يتكلم عليا يقول لي مش عارف ولا اتكلم عليك، فانا
لا